حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من بنغازي عبر الأقمار الصناعية أستاذ العلوم السياسية بالجامعات الليبية عثمان البوسيفي. ورحب بك بداية أستاذ عثمان، كيف تابعت تصريحات المرصد السوري لحقوق الإنسان عبر رئيسها رئيس مجلس الإدارة رامي عبد الرحمن حول جلب المرتزقة السوريين وبدأ عودتهم الآن تدريجيا والزج بهم في مناطق توتر أخرى؟ هل هي بداية النهاية لحكومة التسخيرات؟ أهلا وسهلا بك أخي أحمد وبكل متتبعي قناة ليبيا الحدث. في الحقيقة يعني هناك أكثر من متغير في هذا الخبر. أولا تركيا تعي جيدا أن عملية يعني تصريح المرصد السوري يعني أتى من تتبع لي حركة السياسة الخارجية التركية لما تفعله في الدولة الليبية، بحكم أن المرتزقة الذين تستخدم فيهم الدولة التركية هم مرتزقة جلهم مرتزقة سوريين، فبالتالي المرصد السوري مهتم بالجانب الليبي وما يحدث بداخله من متغيرات لهؤلاء الإرهابيين الذين يتم نقلهم عبر أراضيه. ولكن بالنسبة لبداية النهاية، بكل تأكيد تركيا هناك الآن أصبحت عملية نقل الإرهابيين من تسمى فيدباك تغذية عكسية، يتم إرجاعهم من ليبيا إلى سوريا ليس لمثلا ضعف حكومة الصخيرات أو أنها بل أدركت الدولة التركية والسياسة الخارجية التركية أن بات انهيار حكومة فائز السراج، يعني لم يعني بوسعنا أن نقول أنه على مشارف الانهيار والتلاشي تماما، فلم تعد لديه أي سلطات داخل الأرض الليبية. عن قريب ستصدر حكومة ليبية موحدة داخل الأرض الليبية وفائز السراج يعني لا يمثل أي مشهد فيها، فبالتالي ذراع الدولة التركية في الدولة الليبية قد انتهى وتلاشى. نعم. ولكن الدولة التركية لأنها تستخدم هؤلاء المرتزقة والإرهابيين فزاعة في وترهب بها في المجتمعات العربية وتزعزع استقرارها، تقوم بعمليات الاسترجاع العكسي لكي تستخدمهم في بقع أخرى وفي أراضي أخرى. وهذا ما يجرنا إلى تحليل الوزير الأسبق اللبناني الذي أصبح متخوفا من هؤلاء المرتزقة السوريين في لزعزعة استقرار الدولة اللبنانية. نعم أستاذ عثمان، إذا ما سحبت تركيا هؤلاء المرتزقة إلى مناطق توتر أخرى تدريجيا كما تحدث المرصد السوري، ماذا عن المستشارين والعسكريين الأتراك المتواجدين في قواعد بعينها قواعد عسكرية في غرب البلاد مثل الوطية والكلية الجوية مصرات؟ هؤلاء إن لم يعودوا إلى رشدهم ويخرجون خارج الدولة الليبية سيكون مصيرهم بإذن الله تعالى الساحق على يد القوات المسلحة العربية الليبية. لازلنا ثقتنا عالية في القوات المسلحة العربية الليبية، ولا زالت القوات المسلحة عن شعاره الذي أطلقته منذ أن بدأت عملية الكرامة، ألا وهو تطهير الأرض الليبية من كافة التنظيمات الإرهابية على شتى أشكالها وأنواعها، سواء كانت هذه التنظيمات محلية أو خارجية. وهذه الغرف الأجنبية المخابرات الأجنبية المتواجدة على الأرض الليبية ما هي إلا غرف لتسيير حركة الإرهابيين في ليبيا وبالتالي ينطبق عليهم مبدأ أنهم إرهابيين ويجب أن كذلك مكافحتهم لأن دخولهم للأراضي الليبية دخول غير شرعي، وكل من دخل الأرض الليبية بطريقة غير شرعية سيكون يعني مصيره الانتهاء والسحق على يد القوات المسلحة العربية الليبية، خصوصا وأن هذه الغرف غرف عسكرية بحتة بها ضباط ورقم عسكرية. إذا عجز في التوريد هذا العجز هو الخارج على إرادة الشركة الآن أمريكا أعضاء، وهو بسبب عدم تزويدنا بإمدادات العقود الخفيف من قبل شركة لبريغا، وأيضا تأخر وصول هذه التزويدات أصبر عن عجز يقدر في حدود 700 ميجا وات. هذا العجز أصبر عن ساعات طرح الأحمال طويلة على امتداد كل المدن والمناطق في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى ومناطق الصحراء بساعات طرح أحمال تتراوح من 8 إلى 10 ساعات وقد تصل إلى 12 ساعة. طبعا نقص الإمدادات هذه أسفرت عن خروج محطة السرير كليا عن العمل، وفقدنا في حدود 500 ميجا وات باستثناء بعض الوحدات التي خرجت في محطة كهرباء شمال بنغازي. كل هذه الوحدات تعمل بنظام الوقود الخفيف. كما أكد ربيع خليفة أن عدم استكمال الخط المغذي لحقل السرير تسبب في استخدام الوقود الخفيف بدلا من الغاز لتغطية العجز الذي تعاني منه الشبكة. خليفة وفي تصريحات لقناتنا لفت بأن العجز القائم حاليا يكمن وراء تغاضي شركة لبريغا
بتزويد الشركات الكهربائية بالمحروقات الكافية، منوها أنه في حال وصول تلك التزويدات ستستعيد الشبكة بالمنطقة الشرقية استقرارها الذي كانت عليه طيلة السنوات الماضية. محطة السرير يوجد بها ثلاث وحدات، هناك وحدات تعمل بنظام الوقود الخفيف والغاز، وبالتالي عدم استكمال الخط المغذي لهذه المحطة وأيضا نسبة الاستكمال فيها يعني كبيرة، وبالتالي عدم استكمال الخط ما قبل 2011، عدم استكمال هذا الخط أسفر عن عدم يعني تشغيل هذه المحطة بنظام الغاز، وبالتالي يعني حاولنا بأن نقوم يعني الاستفادة من هذه المحطة من خلال تشغيلها بالوقود الخفيف إلى حين رجوع الشركة من خارج الوطن إلى هذه المحطة لاستكمال خط الغاز، ونحن كهيئة عامة للكهرباء نسعى لهذا. ما نود التأكيد عليه للمواطنين الكرام بأن العجز القائم حاليا في الشبكة الكهربائية هو خارج عن إرادة الشركة العامة للكهرباء، على شركة البريغا أن تقوم بمسؤولياتها تجاه هذه التزويدات، وأن تكون هناك أكثر مصداقية وأكثر شفافية. نحن رجال الشركة العامة للكهرباء سواء من الإنتاج أو النقل أو التوزيع، هم قائمين بأعمالهم على أكمل وجه، وهم مستعدون يعني في حال وصول التزويدات من قبل شركة البريغا وصولها في الوقت المناسب، نقول للمواطن الكريم بأن الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية ستستعيد استقرارها الذي كانت عليه لسنوات. استطلعت عدسة قناتنا آراء بعض المواطنين في مدينة غات حول انقطاع التيار الكهربائي وسعة طرح الأحمال والحلول التي يمكن اتخاذها لحل هذه الأزمة، نتابع. نطلب من الجهات العامة النظر في الكهرباء، مشكلة الكهرباء التي يعاني منها معظم الجنوب، رغم فتح المواني ورغم توفير النافتة اللي هي الديزل، لكن لحد الآن المشاكل مستمرة وانقطاع الكهرباء مستمر وبلاك آوت مستمر، ونطلب من الجهات العامة أن تساعد وتنظر لهالمشاكل اللي هي مشكلة الجنوب. وإحنا كمستشفى غات العام نعانوا من نقص كبير في الديزل رغم توفيرها، يعني نسمع أن توفرت الدولة جابت ودارت، لكن ما في شيء الحقيقة، ومواطن يعاني حقيقة. نحن نعاني جدا في انقطاع التيار الكهربي في منطقة غات، وعدم وجود الوقود ووقود الديزل لتشغيل المولدات، مما أدى إلى معاناة مواطن في غات، رغم أن فتح المواني النفطية وسمعنا أن جت الوقود وجت البنزين، لكن لحد الآن في الواقع لم نرى شيئا. إن مشكلة الكهرباء هذه تعتبر مشكلة عامة، والحقيقة أنها أرهقت كل الليبيين، مش في غات بس، أبداها من العاصمة إلى الشرق إلى الجنوب، كلها تعاني من انقطاع. في البداية كانوا يقولون أن مشكلة النفط عدم فتح المواني النفطية، الآن المواني النفطية لها أكثر من أسبوع مفتوحة ونفس المشكلة موجودة. أنا أرى أن مشكلة الكهرباء هذه تحتاج إلى إدارة فاعلة الحقيقة، وتحتاج إلى مسؤول يقدر هذه المسؤولية وينظر في الناس هذوم الضعفاء واللي غير قادرين على شراء المحركات، خاصة في المدن العاصمة في بعض الأحياء تنقطع عليها التيار لمدة 24 ساعة. عقد رئيس الحكومة الليبي عبد الله الثني اجتماعا موسعا مع رؤساء المجالس المحلية لمناطق طوق بنغازي، وذلك لبحث شؤون أحيائهم. حضر الاجتماع ووزير الحكم المحلي بالحكومة ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري ومدير إدارة المشروعات بالبلدية. كما ضم الاجتماع رؤساء المجالس المحلية لمناطق وأحياء طوق بنغازي، حيث نوقش خلال الاجتماع سير الأوضاع المعيشية في هذه المناطق وأبرز المشاكل التي تواجهها، خاصة فيما يتعلق بمشاريع البنى التحتية والخدمية، وعلى رأسها مشاكل المياه والصرف الصحي ورصف الطرق العامة وغيرها من المشاريع الخدمية.
وينضم إلينا مباشرة عبر الهواء من بنغازي مراسلنا محمد الصرماني. أرحب بك بداية محمد، وأطلعنا على آخر الأخبار الخدمية داخل مدينة بنغازي وتفاصيل هذا الاجتماع الذي أجراه رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني مع المجالس المحلية في طوق المدينة. أهلا وسهلا بك أحمد. أولا أخبرك عن الاجتماع الذي حصل بالأمس بين رئيس مجلس الوزراء وأعضاء مجالس رؤساء مجالس البلديات بمناطق طوق بنغازي. نعم. الاجتماع الذي ناقش المشاكل الخاصة بهذه البلديات. في تصريحات لقناتنا منذ ساعات صرح مدير إدارة المشروعات أسامة الكزة لقناتنا أن هذه المشروعات، أهم هذه المشروعات هو مشروع المياه ومشروع التعليم، سيبدأ تنفيذ هذه المشروعات في القريب العاجل. نعم. أما عن الأوضاع الأمنية داخل مدينة بنغازي أحمد، الأوضاع الأمنية تسير داخل المدينة على ما يرام وبشكل طبيعي. قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي ألقى القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرقة السيارات. نعم. ووجد داخل المزارع أحد هؤلاء الجناة عدد 12 سيارة اعترف بها أحد هؤلاء الجناة بعد التحقيق معه. نعم. الأوضاع الكهربائية ووضع الكهرباء بالمجمل داخل بنغازي، تشهد الشبكة الكهربائية استقرارا نسبيا داخل المدينة. ساعات طرح الأحمال قلت من أكثر من 10 ساعات إلى 4 و6 ساعات في بعض المناطق. نعم. أما وضع تفشي فيروس كورونا داخل المدينة من السادس من مايو، من الثالث من مايو الماضي عفوا إلى السادس والعشرين من سبتمبر الجاري بحسب إحصاءات برج مكتب الإعلامي لبرج الأمل، فإن عدد حالات الدخول وعدد ملفات الدخول 1086 ملف. نعم. وعدد حالات الشفاء 762 حالة شفاء، بينما عدد الوفيات أحمد 285 حالة وفاة. محمد، ماذا عن وقود الديزل وشحنات الوقود التي وصلت تدريجيا إلى مدينة بنغازي، توزيع هذه الشحنات على المواطنين فقد استخدامها في المولدات الكهربائية بعد انقطاع التيار الكهربائي والاكتفاء بالمولدات الكهربائية الذاتية للإضاءة وتشغيل الطاقة الكهربائية؟ نعم أحمد، سمعنا عن دخول باخرة النفط وتوزيع النفط من قبل شركة البريغا لتوزيع النفط، لكن ما تشهده المدينة هو أن أغلب محطات الوقود المخصصة بآلات الديزل مغلقة، ازدحام كبير من بضعة أسابيع أحمد، تصل الازدحام إلى الكيلومترات للسيارات الكبيرة. نعم. وسيارات النصف نقل. المولدات، أغلبية المولدات في المدينة تعمل بوقود البنزين أحمد، وقود الديزل. نعم. شحيح. نعم. وكميات قليلة جدا. نعم أحمد. نعم. هذا كل ما لدي حول. نعم. الأوضاع داخل المدينة. العودة إليك الآن. الشكر محمد الصرماني مراسلنا في بنغازي، كنت معي عبر الهواء مباشرة من المدينة، أشكرك على كل هذه التفاصيل. تستمر دوريات أمن مديرية البيضة الراجلة والمتحركة في تنفيذ أعمالها المنوطة بها المتمثلة في تأمين مداخل ومخارج المدينة وتنظيم الحركة المرورية وتسهيل السير بالطرقات. وبحسب مراسلنا في المدينة فإن مدينة البيضة تشهد هذه الأيام ازدحاما شديدا في الشوارع والطرقات الرئيسية والفرعية، كونها تعد المركز التجاري الأكبر للبلدات والقرى المجاورة. ومن داخل ميادين وشوارع مدينة البيضاء تشرفنا بحضور عدسة قناة الحدث على أحد مفترقات مدينة البيضاء، وزي ما تشوفوا الحالة الأمنية طيبة والأمور مستقرة والمواطن يتحرك بكل سلاسة، ورجال المرور قايمين بدورهم في فك كل الاختناقات المرورية داخل المدينة. لا يخفى على الجميع بأن مدينة البيضاء هي مدينة تقع في وسط الجبل الأخضر، وهي مقصد لكل المناطق المجاورة سواء من غرب المدينة أو من شرقها، وهي المركز التجاري الكبير في الجبل الأخضر، ومن خلال موقعها الجغرافي ومركزها التجاري تكون هدف وجهة لكل المواطنين بالمناطق المجاورة، وهذا يسبب لنا في كثافة الازدحام واختناقات مرورية كثيرة
ولكن بفضل رجال المرور ورجال شرطة النجدة اللي منتشرين تشوفوا فيهم يساعدوا في رجال المرور، بفضل لكل الأقسام المديرية قسم التمركزات الأمنية، هالأقسام هي من تنزل إلى الشارع وتتكاثف الجهود لفك هذه الاختناقات، توفير كل المتطلبات الأمنية للمواطن سواء كان في الأسواق الشعبية أو في المحلات التجارية أو داخل الميادين والشوارع. تعاني العديد من الأحياء في مدينة توكرا وضواحيها من تذبذب وانقطاع تام للمياه الصالحة للشرب، الأمر الذي اضطر لأغلب المواطنين بشراء المياه رغم ارتفاع أسعارها، كما طالب أهالي المدينة كافة الجهات المسؤولة في الحكومة الليبية للنظر في حال هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن، حيث بلغ سعر عبوة الخزان على شاحنة متوسطة 50 دينارا ليبيا، واتجه البعض الآخر من المواطنين لحفر الأبار داخل البيوت والأحياء السكنية بغية الحصول على المياه التي غالبا ما تكون غير صالحة للشرب وتحتوي على نسبة أملاح عالية. وحول هذا الموضوع ينضم لنا عبر الهواء مباشرة من بلدية توكرا مراسلنا خليل البرغثي. ورحب بك بداية خليل، دعنا في تفاصيل هذه المشكلة ومعضلة المياه داخل بلدية توكرا وطرق علاجها وحل حالتها من قبل البلدية وأيضا الحكومة الليبية. نعم زميلي أحمد، أرحب بك وبكافة السادة المشاهدين. لا شك أن ملف مياه الشرب في بلدية توكرا هو ملف مرهق لكاهل المواطن وملف شائك وأيضا ملف أنهك الميزانيات الخاصة بالمواطنين. صباح هذا اليوم كنت على تواصل مع رئيس قسم الشؤون الفنية بمحطة تحلية مياه البحر في بوترابا، والذي أفادنا للأسف بخروج كامل الوحدات التي تعمل داخل هذه المحطة عن العمل بسبب عدم توفر قطع الغيار اللازمة وعدم توفر ميزانيات المفترض أن تدفع للقيام بالعمرة المتوسطة والعمرة الجسيمة والتي من المفترض أن تكون قد أجريت عليها منذ عدة سنوات. أيضا تحدثنا في الكمية التي تنتجها هذه المحطة لصالح مدينة توكرا والبالغ عددها 10,000 متر مكعب. هذه 10,000 تواجه أيضا عقبة أخرى في الوصول إلى مدينة توكرا، حيث تواجهها عدد كبير من الوصلات الغير شرعية في الطريق الرابط بين مدينة توكرا ومنطقة بوترابا، والبالغ عددها 56 وصلة غير شرعية. هذا الأمر أدى إلى انخفاض منسوب المياه التي يتم ضخها إلى مدينة توكرا والتي من المفترض أن تذهب إلى الخزان الموجود أعلى البكور ليتم فيما بعد تغذية الأحياء في المدينة. أيضا قمنا بالاتصال برئيس الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بالمدينة، والذي حدثنا أن الخزانات الموجودة لديهم بالمحطة هي تعمل بكامل قدرتها الانتاجية، ولكن على حسب وصفه أن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي أثرت على تدفق المياه إلى الأحياء السكنية، بسبب أن هذه الخزانات تحتاج إلى فترة تعبئة تتجاوز 6 ساعات وأيضا 6 ساعات أخرى لعملية الضخ للأحياء. أيضا حدثنا على الحي أو الحقل الجامعي الذي يحتوي على 5 خزانات، هي الأخرى تعطلت 3 منها و3 الآن تعمل. هذه الخزانات أو هذه الأبار تعمل لصالح حيي الشعبية السوداء والشعبية البيضاء. هذا الأمر جعل المياه متذبذبة في تلك الأحياء وفي انتظار إصلاح هذه الأبار وإعادة الخدمة. أيضا قابلنا العديد من المواطنين والذين أدلوا بدلوهم بشكل واضح وصريح وشفاف في هذا الجانب، والذين أفادونا بأنه هناك بعض الشوارع في حي المخطط منقطع عليها المياه منذ عدة سنوات، منذ قرابة 4 سنوات، والبعض الآخر 3 سنوات. أيضا حي سوق قديم منقطع عليه المياه منذ 6 سنوات. المواطنين التجأوا إلى حفر الأبار في بيوتهم وأيضا شراء الخزانات المياه بمبالغ طائلة لتغطية احتياجاتهم من مياه الشرب.
يطالبون كافة جهات الاختصاص في الحكومة الليبية وعلى رأسهم رئيس الوزراء عبد الله الثني بالحضور شخصيا إلى مدينة توكرة والوقوف على هذه المختنقات التي يعاني منها المواطن على العديد من الأصعدة. وهم قالوا في السابق أنهم طالبوا بحضور شخصيا ولكن النداء لم يتلبى إلى هذه اللحظة. نعم. على الرغم مما تقدمه مدينة توكرة من تضحيات جسام في سبيل الوطن. نعم، مراسلنا من بلدية توكرة خليل البرغثي كنت معي عبر الهواء مباشرة من هناك، شكرا جزيلا لك. تبرع أحد المواطنين بمدينة بنغازي بتوفير وتركيب أغطية للغرف الخاصة بتصريف مياه الأمطار بالمدينة بعد أن قام بتصنيعها بنفسه على حسابه بورشته الخاصة وذلك بعد سرقتها. وبدأ المواطن في تنفيذ هذه العملية تطوعا ودون مقابل، مشيرا إلى أنه وفر في وقت سابق أغطية لغرف تصريف مياه الأمطار في عدة مناطق بمدينة بنغازي حرصا على سلامة الأطفال والمارين، ولم ينتظر أن يقوم سكان المناطق بجمع الأموال اللازمة لتوفيرها. يذكر أن العديد من أغطية غرف تصريف المياه بمناطق متفرقة من المدينة تمت سرقتها من قبل ضعاف النفوس. بهذه البادرة مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة، إليكم أبرز ما جاء فيها. وزير الخارجية الفرنسي يؤكد أن عودة إنتاج النفط خطوة إيجابية لتعزيز الوضع الاقتصادي الليبي. والميهوب يكشف عن تشكيل لجنة للنظر بكافة الاتفاقيات التي وقعها السراج مع تركيا. المرصد السوري يؤكد بأن حكومة الصخرة تتخوف من محاكمات مستقبلية بسبب جلبها للمرتزقة. مشاهدينا، لمزيد من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب وتليجرام أو إنستغرام، كما يمكنكم متابعة قناة ليبيا الحدث عبر هواتفكم المحمولة، كما بإمكانكم أيضا متابعة البث الحي والمباشر عبر الموقع الرسمي للقناة ليبيا الحدث .net. أشكركم على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.